اما هلا بننتقل لمحطه كثير مهمه سلمان. احنا برحلاتنا الصباحيه دائما بنسلط الضوء على المواهب والقدرات الاستثنائيه. اليوم ضيفنا عمره 8 سنين، عنده قدرات ذهنيه استثنائيه، مو فقط بيقدر يحل مسائل رياضيه صعبه ولا بيقدر يحفظ بشكل كثير كبير، كمان له مراء بالبرمجيات، بيصلح بيشتغل، قدم مشروع كهرباء، عنده قدرات ذهنيه استثنائيه اكيد رح نحكي عنها بشكل موسع. صحيح نور، اليوم ضيفنا الحبيب عرسان. طبعا الطفل يعني اول طفل اخذ خليني اقول شهادة قيادة الحاسوب بعمر كتير صغير، عمل برامج لوزارة التربية، عمل برامج بالتعاون مع البحوث العلمية، كرم من عدد من وزراء الكهرباء والتعليم وأيضا البحوث العلمية وغيرها من المشاريع اللي لسه مستمرة. طبعا شاطر جدا بالقراءة وحفظ القصائد والقرآن الكريم وغيرها كتير من المهارات اللي راح نتعرف عليها أكثر. وبيصرنا نرحب فيه وبوالده أيضا السيد إياد عرسان. أهلا وسهلا فيكم، سعد أوقاتكم. يسعد صباحكم. صباح الخير، أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، وأكيد سعيدين بوجودك بوجود الحبيب، فخورين فيه. بلكي إذا عم يعمل مشروع كهرباء بيحل لنا أزمة الكهرباء، يا ريت. إن شاء الله يا رب. هيك معولين على معولين على هي القدرات الذهنية الاستثنائية. خلينا بالبداية نحكي، لما نحكي طفل عمره 8 سنوات الله يخلي لي لك يا ويحميه، عم نحكي عن قدرات ذهنية استثنائية، يعني خلينا نحكي إمتى بلشت هي القدرات تنتبه لها أنت كأب أو كأهل بالعيلة؟ كيف اكتشفتوا هيدا الشيء وكيف اشتغلتوا عليه؟ حتى لما الواحد ممكن يكتشف إنه في عنده موهبة ويدعمها من قبل الأهل، هي كمان جزئية كثير مهمة اليوم لنقدر نستثمر هي القدرات. قدرات حبيب بلشت تظهر من بداية طفولته. بالمراحل الأولى انتباه كبير، تركيز بالكلام، تركيز بأي شيء بيعمله، يعني بتحسي إنه عاطي اهتمام كبير لأي شيء قدامه. بلشت القدرات العلمية تظهر بأربع سنين بشكل واضح بالرياضيات، جمع أرقام صعبة، أرقام كبيرة. وبعدها بالأمر الخمس سنين تمكن من جدول ضرب كامل. حلو. وبس فات على المدرسة ما شاء الله كان قدراته واضحة جدا، يعني منهاج الصف الأول بداية خلصه بساعات يعني. يعني طبعا هلا عم نتفرج على صور عم بيأشر لك حبيب تتفرج عليها، هي طبعا عم بيشوفوها كل مشاهدينا بعض إنجازات وتكريمات حبيب. صباح الخير، كيفك حبيب اليوم؟ الحمد لله. احكي لنا هيك، شو أول شيء جايب لنا معك اختراع الكهرباء، ما خلينا نحكي عن هذا الاختراع، كيف بلشت فيه وكيف خطر على بالك تعمل شيء له علاقة بتوليد الكهرباء؟ هذا فيه فكرتين حكيت عنهم باللقاء الماضي، اللي هن توليد الكهرباء بقوة الكهرباء، انها بتسحب خط من المولد وبترسع لها المحركات. هذا هو المحرك وهذا بيرسع الكهرباء له. وهون كهرباء بالمغناطيسات، هاي محفورة، بنحط مغناطيسات بالحفرات، قوة التنافق بتصير تدور، ولما تدور بتولد بتدور المحرك بصير يطلع كهرباء. والمحرك فيه يدورها، بس يدور المحرك بتطلع كهرباء. ايه تمام. ايه هلا هون الكهرباء بالكهرباء، هلا هون المحركات داروا فشغلت الكهرباء، شغلت الإضاءة. شغلت الضوء، هلا البطارية رجعت تشحن منها. هلا بترجع تشحن بطارية منها من الكهرباء. يعني أنت عامل اختراعين، كهرباء بكهرباء أو كهرباء من خلال قوة المغناطيسات. قوة المغناطيسات. وهذا محرك موجود هلا نفسه موجود بقلب هذا، بس على سيستم أصغر. هلا هدول لازم يكونوا مغناطيسات وينحنتوا مقابل هذا، بصير لما يدوخ بتولد كهرباء، بتطلع كهرباء من هاي الأسلاك. هأنا فكيت كم واحد من هدول المحركات، نفس هذا المجسم موجود بقلب هاد، بس على شكل مصغر. على شكل مصغر. طيب أستاذ خلينا نحكي عن التكريم اللي أخذوه ولوين وصل هالاختراع مع الجهات اللي وصل له. هاي الفكرة بداية حبيب، أول فكرة إجته كانت هي فكرة توليد الكهرباء بالكهرباء. والتقى بالسيد دكتور غسان الزامي وزير الكهرباء مشكور، وسمع منه وكثير اعجب بمستواه وقدراته على التحليل بالكهرباء. بعدين توجهنا للمركز الوطني لبحوث الطاقه،
تمت نقاش الفكره بالكهرباء والكهرباء، وبعدين حبيب تولدت عنده فكره ثانيه هي توليد الكهرباء بقوه المغناطيسات الدائمه. الفكره تبع توليد الكهرباء بالمغناطيسات الدائمه فكره علميه صحيحه ب 100%، بس هي تجربه التنفيذ تبعها هو الصعب شوي، مع المسائل الصناعه الدقيقه بدها كثير مسافه. يعني على هي التجربه مع حبيب برمي بقوه المغناطيسات برمي ثلاث ارباع الدوره كامل، بس نحصل على دوران كامل تمام. صار عندنا وكل ما زادت قوه المغناطيسات مو هيك بصير عندنا دوران قدره اكبر. يعني عم نحكي عن مشروع مهم، وعم نحكي يمكن عن قدرات استثنائيه عند حبيب. حبيب قد ايه اخذ منك شغل هيدا الاختراع؟ قد ايه اخذ منك وقت؟ قد ايه اخذ معي شهرين. شهرين. طيب خلينا نحكي كمان بالأتمتة والبرمجة، كمان حبيب له إنجازات، وخلينا نحكي عن هي الإنجازات وقديش مهم اليوم هي الإنجازات. يعني لما اكتشفت عند ابنك هي القدرات فورا اتجهت للمراكز يعني المختصة المعنية لتدعم هي القدرات اللي عند حبيب. حبيب بداية بعد ما تم ترفيعه حب يدخل عنده تعلم على الكمبيوتر، حب يشارك بدورة الاي سي دي اي يعملها، كان عمره 7 سنين. دخل على هي الدوره ما شاء الله انجزها بزمن قياسي بشهر واحد. وحتى كان يدخل على اخر يدخل برنامجين سوا بالاسبوع، فحصين سوا. فكان اصغر طفل بسوريا بيحصل على سي دي اي. بعدين انتقل لمرحله انه حابب يسوي برامج. البرامج احكي بابا أنا. شو البرامج اللي دخلتها وحبيت تشتغل عليها؟ مثل ما قال بابا بعد ما اخذت الاي دي اي حبيت اسوي برنامج. اول برنامج سويته مديريه التربيه بنظم عن المدارس بكل شيء بيتعلق فيها الى الطلاب كل يدرسوها كل شيء يعني. ثاني برنامج عملته كان تنظيم عمل البلديات، اعطيته بلديه صيدا واعطيته محافظه الدوعه كمان بيسمع كل شيء، اهالي رخص بناء تكاليف هيك يعني. واخر برنامج سويته من جديد هو برنامج البحوث وبرنامج النفس الوحدة للمركز الوطني لبحوث الطاقة. برنامج البحوث بيكشف كل شيء بحوث بالمركز من الأول للأخير، وفيه بحث بكل شيء حقول. برنامج النفس الوحدة بنظم لما يبدأ التازك إساسة الاستيراد لحتى يسوي البضاعة قلناهن كتير. بعدين بيروح بيسوي البضاعة بتسع عمليات سماري، بيبعتونا كتاب البيان الشموكي شو وصلها البضاعة، بناخد عينات بنفحصها وبنشوف سمو طابق أو مو طابق سيسق منها وبندخل. يعني أفكار جدا مهمة لحبيب، يعني عم هيك عم يحكي ببساطة جدا، ولكن هي حقيقة شركات تقعد تعمل هي البرامج لتطرحها بالسوق ولتستفيد منها، وحقيقة يعني هي بتوفر حتى على الدولة. اليوم نعرف بيشتروا أنظمة من الخارج لحتى يشتغلوا عليها ضمن الأرشفة والأتمتة وغيرها، فإنه يتم استثمار هذا الشيء. هل بدأ العمل عليه فعليا مع الجهات؟ يعني مثل ما بقول قدم للبحوث، قدم لمديرية التربية بدرعة، قدم أيضا لعدد من الجهات، هل تم الاستفادة منه بشكل فعلي؟ بالنسبة لبرنامج البحوث دخل كامل حبيب بإيده، دخل كامل البحوث عام 2020 دخلت بحث وفرجاهم إياها ومع صور، مع كافة الصور مع النماذج مع ملفات البي دي اف كاملة. برنامج النافذة الواحدة كمان دخل عليه النماذج وصدر التقارير اللي لازم تنبعث مثلا بأمانات الجمارك. بالنسبة لمديرية التربية قدم البرنامج للأستاذ من وجه التحية أستاذ منها النزار العماري. وكان في تلفزيون بوقتها ومهندسين مشرفين وقيموا البرنامج لقوه احترافي. هو الاهم من كمان بالنسبه للبرمجه، برمجه كخطوات اولى بدها تحليل. يعني تحليل النظام اللي بده، هذا ما شاء الله يتميز فيه حبيب كمان، انه هو بفكر قال انا بدي اقدم برنامج للمدرسه، فكر انه انا شو بدي اعمل مثلا للطالب، صحيفه الطالب، علامات الطالب، مراحل للقاحات الطالب. فرغهم بعدين بلش يبني عليهم يبنيهم كبنيه برمجيه. ما اجملك يا حبيبي. يعني فعلا نحن سعيدين بوجودك. لما تقول انه برنامج اتمته عرض على اخصائيين وقالوا لك هو ممتاز، يعني نحن عم نحكي عن احترافي، عن سويه عاليه، مهندسين اليوم بيشتغلوا عليها وبيعملوها وشركات خاصه. قديش مهم استثمار اليوم لكل الناس اللي عم تتابعنا، انت كأب استثمار قدرات حبيبي. احنا عم نحكي عن طفل عمره 8 سنوات، اكيد لازم يكون في استثمار بالسنوات القادمه لهي القدرات ليستفاد منها على ارض الواقع، خصوصا نحن
مثل ما قلنا 10 سنوات من الحرب، يعني بدنا كل الشباب السوريين لقدرات استثنائية مثل حبيب تكون موجودة لإعادة تأهيل وترميم وإعادة أعمار سوريا. لا حبيبي ما شاء الله، انه الفكره انه اي موضوع عم يدخل فيه، مثلا دخل بموضوع الاتمته عم ينجز فيه وبيفهمه بسرعه وبينتقل لموضوع غيره، دخل كتير. بالكهرباء مثلا فهم وكلها لها علاقه بشكل بالازمه، يعني لما نحكي عن الكهرباء طفل هو ضمن الازمه، فبعتقد كل هي مأثرة هو على حياته بده يجيب الكهرباء للبيت، فبلش هون ولدت الفكره صحيح. والحمد لله انه اي فكره عم تيجي بس تنضج عند الفكره عم نروح نتوجه للجهه صاحبه الفكره يعني المعنيه بهي الفكره، والحمد لله عم نلقى كامل الترحيب والدعم والاحتضان من الساده المعنيين. يعني طبعا بهالفرصه بدنا نشكر السيد الدكتور دارم طباع وزير التربيه، الدكتور غسان زامي وزير الكهرباء، والدكتور اياد الخطيب وزير الاتصالات، كلياتهم قابلوا حبيبي ودعموه وشجعوه. نتمنى الدكتور مهندس نجار طعمي ان شاء الله يا رب اكثر من هيك، ما يكون فقط بس انه تقدير لهي الافكار، لا بدنا استثمار ورعايه حقيقيه لهي الافكار، لانه نحن بحاجه. يعني شفنا من فتره شام اللي ابدعت بمهرجان القراءه طبعا واللغه العربيه بدبي وتكرمت. نتمنى حبيب عم يقدم لسه اكثر واكثر واكثر افكار سوريا ولاده، بس بدها مين يرعى هاي الاطفال. شو محضر هلا؟ يعني هلا عم يخترع شيء شغله، بده يعمل شيء برنامج، شو مفكر هلا تشتغل؟ هلا في تطوير على فكره بسيطه. شو هي؟ هو طبعا في افكار مختلفه عن موضوع الاتمته، بس كونه حضرتك سالتينا موضوع الاتمته، كنت بديان بموضوع برنامج اتمته طبي للعيادات الطبيه، فحبيب عمل اضافات عليه جميله جدا، وحتى عمل مثل على مبدا انه بطاقه طبيه لكل، يعني طور بالبرنامج لانه يصير بشكل انه مثل بطاقه طبيه، يعني كل انسان بيحمل ملفه الطبي معه بصير. فكانت فكره كثير جميله منه انه يتطور بهذا الشكل يعني، وحتى عنده كان اطلاع كامل على عمل العيادات بتفاصيلها يعني وباختصاصاتها يعني. فهذا الموضوع يعني كان فيه له حيز الاهتمام بالفتره الاخيره يعني. اكيد حكينا يمكن كمان ببدايه الحديث انه حبيب شاطر بالرياضيات وبالحساب الذهني، وطور طريقه هو مع نفسه لحتى يحسب فيها. اعطيك رقم مضرب، شو رايك؟ طبعا. جاهز؟ طيب يكون اصعب اللي اعطيتني اياه المره الماضيه. اي خلص ماشي، انا بدك صعب رح صعب له الرقم، رح احسب يعني رح اكتبه عندي ورح نشوفه على الشاشه نشوف قديش رح ياخذ وقت. حبيب خلينا نقول مثلا 300 ماشي حبيب ضرب 950. عمل لك على التنازلي. واحد اثنين يلا لا لا تشتتي خلاص 300 ضرب 950 ايه يلا نحسب. مليونين وثمانمية وخمسين ألف ما شاء الله. هاي الرقم مليونين وثمانمية وخمسين ألف. بالنسبة للحساب الذهني لاحظت انا بالامور الحساب الذهني انه مثلا الاطفال عم يتعلموا جمع وطرح بطريقه كثير سريعه، ولكن هي اشبه بالالات الحاسبه عم تكون يعني صحيح. وبتتضمن بس عمليات جمع وطرح يعني للطفل، انه مثلا هي بتعتمد عامل السرعه صحيح. حبيب ما اتبع هذا الاسلوب، يعني مثل هذا الرقم بالضرب عنده معالجات مثلا للجمع للضرب خاصه فيه تماما، ما بيتبع الطريقه التقليديه للحساب الذهني. الطريقه التقليديه نحن يعني كانه عم يصنع عم يسمع شيء شبيه بالاله الحاسبه، انه وعمليا ارقام بس جمع وطرح، مثلا مثل هيك عمليات ضرب او تحليل. رح اقول كيف حسبتها. يلا تفضل. 300 ضرب 10 3000، 3000 ضرب 10 300000، قديش نصهم 300000؟ قديه؟ 150000، 150000 هي 300 ضرب 50 حطيتهم على سناب 300000 ضرب 10 بيصيروا 300 ضرب 1000 اها 300000 ضرب 10 3 مليون ناقص 150000 اللي هي ال 50 مليون و850000 يعني عمليات جمع وطرح وقسمه خاصه فيه يعني هي خاصة يعني هو تبع يمكن طريقته الخاصه بالحساب الذهني. بالختام اكيد سعيدين جدا بوجود الشاب الصغير لسه ما صار عمره 8 سنين الموهوب حبيب، نتمنى له التوفيق اكيد. وشكرا لك انت للوالد الراعي الاساسي والعراب الاساسي، نتمنى يا رب استثمار هي القدرات الذهنيه عند حبيب من الجهات المعنيه والراعيه، لانه نحن عم نحكي عن مشاريع مهمه اليوم بيقوم فيها مهندسين قام فيها طفل مثل حبيب يبلغ من العمر 8 سنوات. اكيد بدنا نتشكركم على وجودكم معنا. شكرا لحضراتكم. شكرا. وشكرا لهالمنبر الكريم.
شكرا وللاستقبال اللطيف وشكرا للمشاهدين الكرام. شكرا لك ويعطيك العافيه والله يقويك. نحن بنعرف بهالظروف الصعبه قد ايه صعب رعايه التميز. صحيح. اكيد ويخلي لك كمان البنوته بدنا نصبح عليها ونصبح على والدتها واكيد بدنا نقول لك باي باي حبيبي.